يلا بقى تمور، جبتك المطعم اهو اللي انت بتحبه يا معلم، وعزمك بقى. يا سلام عليك يا سيكتور، يا سلام. طب ايه، فين ال يا عمو؟ تعال ايوه عايزين نطلب لو سمحت. شكرا يا يا سيكتور، رب يا شكرا ساتر. شكرا. اتفضل بقى، عايز تاخد ايه؟ ثواني قبل ما تطلب، بس يا تامر معلش، اصل انا قول يعني لي. الفلوس معايا مش كتير، فانت يعني اطلب حاجة كده على قدك كده. ما تشيلش بالك، اكيد عندك شاورما. ايوه. طب انا مش عايز شاورما، عايز فراخ. جيب لا لي مفيش فرختك. فراخ. مفيش لا فراخ؟ ماشي ماشي، بس هات بس نص فرخة، ما تكترش. نص فرخة ايوه مين؟ مافي. عايز فرختين، اكل واحدة دلوقتي يعني، وواحدة كده اخدها معايا البيت. وعايز عندكم سلطات؟ ايوه عندنا سلطة شاورما وسلطة دقيق وسلطة كفتة. طب انا عايز سلطة فواكه. يا تمام تامر، يا تامر انت طالب حاجات كتير يا تامر، ما خلاص تكترش يا تامر. قلت لك انا ما معيش غير حبة فلوس صغيرين، انت هتخلص لي كده يا الفلوس كلها. سيكتور، ما تشغلش بالك، هدفع معاك، ما تشغلش بالك، انا شايل فلوس، يا ما عم تشغلش. سيكتور ما تبقاش كده يا عم سيكتور، خلي معلش الراجل خليك يطلب. في يا عم حالك انت يا عم الجرسون، انت يا جرسون، عم الجرسون لو خليك في سمحت. حالك انت. طيب يا فندم، بعد الفرختين تحب تطلب ايه؟ قلت لك عايز سلطة، سلطة فواكه، تمام سلطة فواكه. وعايز بقى فخفخينة. سيكتور انت مش خلاص هتطلب، خلاص خلاص، انت مش هتطلب حاجة؟ ما انا قاعد مستني بصراحة، انا مصدوم من كل اللي انت بتطلبه ده. وانا بصراحة يعني انا كده شكلي هاكل معاك، لان انا ما معيش كافي، هعمل ايه طيب؟ تاكل معايا ايه؟ قلت لك انا شايل فلوس. لا اطلب انت، اطلب اطلب. شوف عمك سيكتور عايز ايه. انا هاخد سندوتش بطاطس بعد كل ده، امر لله بقى اعمل ايه؟ هات لي يا عم واحد بطاطس وخلاص. سندوتش بطاطس بس؟ ايوه اطلب يا عم حاجات تانية يا عم. يا عم، وانت مالك انت يا عم، وانت صاحب المطعم، ما تنفذ اللي انا عاوزه. بطاطس مين بس؟ بطاطس مين؟ بقول لك جيب له نفس الطلب بتاعي. ياه باي، يا سلام، دي حاجة خلاص بقى يعني ما تتساب على تكترش، طول. خلاص جيب له اللي هو عايزه وتوكل طيب انت. خلاص توكل، طيب طيب تمام. حاجة تانية يا باشوات، جيب له شاي كشري. حضرتكم عايزين شاي كشري؟ خلاص تمام، ايوه الطبق بتاعكم هيوصل قريب. شكرا يا سيكتور، والله ما عارف اقول لك ايه بصراحة، انا مبسوط جدا 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 بالقعدة دي معاك. عناية ليك يا تامر، ده انت يعني اكتر صديق انا بحبه. وبصراحة يعني انا يعني ما بحبش يعني ابقى بخيل ابدا مع صحابي اللي انا بحبهم، ولازم اوجب معاهم. شكرا شكرا يا سيكتور، شكرا. يا الحمد لله. سلام عليك يا سيكتور، سلام. ده انا من زمان ما اكلتش الاكل ده. شكرا والله، شبعت شكرا يا شكرا، تامر؟ شبعت؟ الحمد لله الحمد لله. هنلف في الاكل ده بقى صح؟ نلف. استنى بس، انا عندي تليفون، بس استنى بس استنى، ماشي هجيلك هجيلك، ما تتحركش يا سيكتور. هجيلك. ماشي، قاعد مستنيك، اتفضل. ايوه كده، ضحكت عليه وهرب، هيتدبس دلوقتي وهيدفع الحساب كله لوحده. يا سلام، انا هروح اكل البيت بتاعي. يا سلام، هيدفع دلوقتي هو الحساب كله. دي اول مشكلة احطك فيها يا سيكتور، وربنا وربنا ما هسيبك يا سيكتور. يا نهار ابيض، هو تامر راح فين؟ ده قال لي دقيقتين بس هتكلم في التليفون. تامر اوعى اوعى يكون هتعمل اللي في بالي وتسيبني وتخلع، انا عارف الحركات دي بتاعت الصحاب الاندال. طب دلوقتي الجلسون جاي هقول له. ايوه الحساب يا كابتن. كام لو سمحت؟ هو ظهر عندي دلوقتي 2500 جنيه. واو يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، 2500! طب اجيبهم له منين دلوقتي؟ انا ما معيش كل المبلغ ده. ماشي ماشي يا تامر، بتوردني. بقول لك، هو صاحبي اللي كان قاعد معايا هنا بياكل ده، ما تعرفش هو راح فين؟ عشان بيقول لي بس هعمل مكالمة بره وهاجي، بس انا مش شايفه يعني. والله يا عم مش عارف، بس انا شايفه يعني ان هو خرج من الباب وطلع يجري. ايه، طلع من الباب وطلع يجري؟ بعني؟ ايه بعني؟ الندل الجبان سابني وهرب. طيب انا للاسف ما معيش غير 1500 جنيه بس. لا يا بابا، ما تبقاش تقول لي انك تاكل وتعب بكرشك للاخر وتيجي تقول لي وتديني 1500 تجري. لا يا بابا، انا عايز 2500.
يلا. والله والله يا حضرة الجلسون، انت عارف انا والله العظيم ما معيش غير 1500 بس، انا مستعد اسيب لك الموبايل والساعه بتوعي رهن لحد لما اجيب لك الفلوس. لا انا عايز الفلوس كاملين، بقول لك ايه، دماغي وجعاني، فاديني فلوس بقى خلص، لان كل دي حاجات دي هتتكتب عليا. انا عارف، ما انا والله الموبايل اللي معايا اللي هسيبه لك ده موبايل ايفون عامل حوالي بتاع 5000 جنيه، انا هسيبه لك رهن بس لحد لما اجيب لك الباقي. بس انا والله انا مش وحش ولا نصاب ولا حرامي ولا اي حاجه، انا بس كنت عايز اعمل واجب مع صاحبي، بس واضح ان صاحبي كده طلع ندل. طب بقول لك ايه، هات ال1500 والساعه والتليفون، وبالمره اخد لي بقى سمسر كده، ترى غلبان. ماشي، اتفضل الفلوس اهي، الموبايل. وتفضل الموبايل اهو، بس لو سمحت ما تبيعهوش، عشان الموبايل ده اهم حاجة في حياتي وعليه ارقام مهمة. انا ساعة واحدة بس واجيب لك الفلوس. اي ماشي ماشي ماشي، شكرا شكرا لحضرتك. ماشي ماشي اوبا، يا ده تامر، في رصيد تاني. ماشي ماشي يا تامر، بقى انا يعني اعمل معاك موقف جدعانة ورجولة، وانت في الاخر تسيبني وتخلع. كنت قول لي والله ما كنت هستخسر عليك حاجة، بس ليه تعمل الحركات دي؟ ده انا طول عمري جدع وبقف معاك في اشد المواقف، واول لما قبضت اول شهر من شغلي الجديد قلت لازم اعزم حبيبي وصاحبي تامر. متشكر يا عم تامر، متشكرين. انا هروح انام بقى عشان الحق اروح الشغل بتاعي الصبح. ترى عملت ايه يا سكتور بعد ما ضحكت عليك ودبستك بحساب الاكل كله؟ يا سلام، ده اكيد 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 اتنفخ في العملية دي اكيد. ما اشوف النهاردة هيعمل ايه بالدوام بتاعه. يلا يا رب سترك يا رب. بسم الله، صباح الخير يا عمنا. ما بتكلموش في المكان ده ولا ايه؟ طيب ماشي، اما اشوف شغلي انا بقى. صباح الخير صباح الخير، يا اهلا بالناس اللي جايه في موعدها. صباح النور صباح النور. طبعا طبعا نشاطين، احنا طبعا نشاطين وكله تمام تمام والشغل تمام. الله ينور يا ابو تمره، والله طول عمرك. ايه ده، فين الموظف اللي هنا؟ مش هنا سيكتور اللي صاحبك اللي بيوقف هنا؟ فين سيكتور؟ بص، هو بصراحه هو دايما بيجي متاخر، وانا اللي بقوم ببصم مكانه، وانا اللي يعني هو على طول كده، فما اعرفش بصراحه ما اعرفش، بس هو على طول متأخر. ايوه، وانت بتبصم مكانه عشان انت صاحب جدع. بالظبط. طيب بص يا ابو تمر، انت عشان موظف محترم وانا دايما باجي الاقيك اول واحد موجود هنا في البنك، فسيكتور دوت انا هخصم له 10 ايام كده، مجرد ايه، مجرد قرصة ودن بس، ولا هو دايما بيتأخر يا ابو تمر؟ بصراحة هو دايما بيتأخر، عايزك كده يعني تزبطني وتزيد لي في المرتب بتاعي، علشان هو يغار مني بقى ويصير مجتهد في الدوام بتاعه ويجي كل يوم بدري يعني وكده. لا يا حبيبي، يغير منك ايه بس، انا هرفده وهدي لك المرتب بتاعه كمان، بما انك يعني انا دلوقتي هطلع اكتب الورقه بتاعتي وسيكتور هيترفد، هديك انت بقى تبقى تديله انت بمعرفتك. تمام يا مدير يا جدع، تمام شكرا ليك. يا سلام، هو ده اللي انا بخطط له. اخيرا هتترفض يا سيكتور، انت لسه يا ما هتشوف مني. امسك امسك يا ابو تمر امسك. ايه ده، دي الورقه بتاعت سيكتور؟ بالظبط، ده جواب رفض، والورقه التانية اللي معاها ديت دي ترقيه ليك يا معلم، انت دلوقتي بقيت مساعد المدير المسؤول في البنك هنا. شكرا شكرا، والله مش عارف اقول لك ايه، شكرا بجد شكرا. اول ما يجي سكر انا هديها له في وشه. يا سلام، واخيرا كده هاخد المرتب كله لوحدي، يعني هو يسيبني بالمرتب برضه؟ ده انا هنفخك يا سيكتور، ده انت لسه ما شفتش مني حاجه. خلاص ماشي يا مدير، انا زي ما قلت لي كده هعمل اللي انت عايزه. انت عارف ليه يا ابو تمر انا رقيتك في البنك هنا؟ ايوه، عشان حتة الجدعانة اللي انت قلتها لي دي، انا بقدر الصحاب الجدعان قوي. انت لما قلت لي ان انت بتمضي مكان سيكتور عشان بيجي متأخر، انا احترمتك. لو تعرف انا بعمل ايه كمان، انا مش بس بمضي مكانه، ده انا بعمل كل حاجة علشانه، ده انا لسه معشين امبارح بالليل على حسابي. يا نهار ابيض، كمان بتصرف عليه؟ والله والله يا ابو تمر انت محترم. لا انا كويس انا خدت قرار رفض سيكتور ده، لما يجي ما تخلوش حتى يطلع لي، اديله الورقة ديت ومش عايز اشوفه اصلا. خلاص عاش، تمام اوكي، شكرا ليك.
نفختك يا سيكتور، نفختك. الحمد لله وصلت الشغل هنا، اتأخرت بس... ايه يا تامر ده؟ تامر سيكتور اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا. ايه برضو يعني ده موقف تحطني فيه يا تامر؟ يعني ده موقف موقف ايه بس؟ انا جاني اتصال مهم كده واضطريت اني امشي، يعني بقى عادي يعني تمشي؟ اتصال الخلعون، ها؟ اتصال الندالة، اتصال عدم الجدعنة وعدم الرجولة، صح؟ تخليني اعزمك في الاخر تهرب، ها؟ انت بتقول ايه الندالة وخلعون؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يعني انت مش فاكر المصيبة اللي انت عملتها امبارح اللي كانت سبب ان انا اتأخرت عن الشغل؟ اهو صاحب المطعم خد الموبايل بتاعي واضطريت ارجع البيت عشان اجيب فلوس تاني وارجع، وفي الاخر اتأخرت عن الشغل اهو. ينفع كده؟ دكتور حبيبي احنا بالاخر صحاب، انت دفعت صحاب عني انا دفعت عنك عادي. ماشي بقول لك، هو المدير جه ولا لسه؟ بص هقول لك، هو بصراحة جه وساب معايا ورقة ليك. عارف الورقة ده مكتوب فيها ايه؟ اكيد الترقية بتاعتي، صح؟ انا عارف ان انا بقالي شهر شغال. لا حبيبي لا، انت اترفضت يا روحي، انت اترفضت يا حبيبي. ايه اترفضت ازاي؟ ده انا اول مرة اتأخر عن شغلي. هو ايه اللي حصل؟ طب انت قلت له ايه؟ طيب انا قلت له ان انا بمضي كل يوم عنك، وقلت له كمان ان عزمتك امبارح على حسابي، وقلت له كل حاجة بتحصل. ده كذب، ده غش، ده انت اللي بتيجي كل يوم متاخر وانا اللي بمضي لك. يعني انا اللي كنت بقف معاك اصلا وانت كنت كل شويه تتاخر وتقول لي معلش يا سيكتور امضي لي، انا وصلت الشغل بتاعي متاخر، بقى بتنسب كل ده لنفسك ويوم المدير يجي يسال ما تدافعش عني ولو في مره واحده بس؟ يا قد ايه انت صاحب ندل وجبان، وانا بصراحه ما يشرفنيش ان انا يكون عندي صاحب زيك بالنداله دي. بقول لك ايه، ما تشتمش، خد الورقه امضيها واخلع انت. انا هطلع للمدير احاول اعتذر له. طيب ولا استناه لما يجي؟ انا والله مظلوم، ده رفض ظلم، ده انت اللي المفروض تترفض مش انا. هو فوق ومش عايز يشوفك، خلاص تقدر تمشي انت، خلاص عايز تجرب حظك معاه جرب، بس انا قلت لك اللي فيها، يعني تقدر تمشي. يا ربي بقى بعد ما اقف معاه موقف جدعانه ورجوله يبيعني كده ويستغنى عني. ماشي يا تامر، انا غلطان ان انا صاحبت في يوم من الايام واحد زيك ندل. السلام. انت بعد كل السنين دي، بعد كل الصحوبيه دي يا تامر، بتبيعني ضيعتني في شغلي. طب اقول ايه بس لمراتي واولادي في البيت؟ اقول لهم اعز صاحب عندي باعني؟ اعز صاحب عندي خلاني قاعد دلوقتي من غير شغل بعد ما وقفت معاه، وبعد ما كنت بمضيله في الشغل فجأة كده يروح يقول للمدير على كل حاجة ويقول له عكس كل اللي حصل، والمدير يعني يرفضني وانا بقى قاعد عاطل من غير شغل، وبعد ما كنت بعزمك وصرفت كل الفلوس بتاعتي عليك. ماشي يا تامر، انا برضو مش هبقى صاحب ندل زيك، وبرضو هبقى على العيش والملح اللي ما بيننا. ايه ده ايه صوت الحادثة ده؟ استر يا رب. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده تامر. يا تامر ايه اللي حصل لك يا صاحبي؟ الحقني يا سيكتور. الف سلام عليك، الف سلام عليك يا تامر. تعال انا هقف جنبك، تعال معايا، انا هوديك للدكتور دلوقتي وان شاء الله هتبقى كويس. قوم ما تخافش، انا معاك ومش هسيبك. مش قادر يا سيكتور. ما تخافش، تعال انا هشيلك. تعالى انت، رغم اللي انت كل اللي عملته معايا ده، بس انا مش هبيعك عشان انت صاحبي، وانا هفضل معاك جدع لحد الاخر. حاضر ما تخافش. انت برضو بتمثل يا سيكتور. لا انا هقف معاك والله. والله ما هبيعك يا تامر. تاخدني على فين؟ عند الدكتور دلوقتي حالا، على المستشفى. يا دكتور ايه الدكتورة ابو شعر ده؟ يا دكتورة الحقيني يا دكتورة. ايه ده؟ سلامتك يا اخويا. اهو حاضر اهو يا دكتور. اهو الف سلام عليك يا تامر، ان شاء الله هتبقى كويس الحمد لله. الدكتوره المجنونه موجوده اهي الحمد لله. ما تقلقش، انا لسه عامله طريقه جديده، العلاج بالبيتزا. كل كده هتعالجيه البيتزا يا دكتوره. ده بص، ده ضاع خالص، بص ده مفرش اهو، فاتح ايده ورجله. يا دكتوره الحقيقي بالله عليك جبسي له رجله، اعمل له اي حاجه، ده العربيه خبطته.
وعايز اقول لك ان العربيه اللي خبطته دي عربيه حديثه، يعني الصاج بتاعها صاج جامد. ما تقلقش ما تقلقش يا اخوي، بس حياه النبي صاحبك قمر. انت مش هيبقى قمر بالستر، بس بالله عليك يعني الحقيقه الحقيقه قبل ما يموت. وانا والله اوعدك، لا وانا والله العظيم اوعدك اول لما يخف هجوزهولك. طب الحقنه، خد الحقنه في عينك. مش في عينه يا دكتوره، ده رجله اللي بتوجعه. ولا انا رحت المستشفى المجانين ولا ايه؟ طيب بص يا تامر، انا هسيبك مع الدكتوره دي وربنا يستر عليك. حاجه الصبح بقى مش عارف هلاقيك حي ولا ميت، ربنا يستر. تامر تامر الف سلام عليك يا صاحبي، الف سلام عليك. انت عامل ايه النهارده؟ الله يسلمك يا سيكتور. الحمد لله الحمد لله احسن الحمد لله. انا خفت عليك جدا والله يا تامر، وعايز اقول لك الحمد لله انا كنت جنب جنب الشغل وعرفت ان انت عملت حادثه فانقذتك على طول. الف سلام عليك يا صاحبي. شكرا شكرا يا عم الهيرو، شكرا. انقذتني، وانت اللي انقذتني. ايوه رغم كل اللي انت عملته معايا يا تامر، بس انا قلت برضو افضل صاحب جدع واقف معاك لحد النهايه. يا نهار مش فايت، انت لسه هتقول لي رغم اللي عملته رغم اللي عملته؟ قلت لك احنا اصحاب، مفيش بين الصحوبيه كده بقى خلاص. ايوه ايوه هقول ايه، بس الفداء ما بيبطلهوش. بس هعمل ايه، صاحبك على عيبه بقى. لسه ما شفتش حاجة يا سيكتور، لسه بعد كل ده انت لسه ما تهددش يا تامر، لسه ما توبتش يعني بعد الحادثة دي برضو كمان ما توبتش. انا قصدي ان انا عايز ارد لك العزومة. لا لا يا تامر، ما فيش اي حاجة يا تامر، وعادي عزومة وراحت. بس بالله عليك هات لي الموبايل بتاعي، الراجل الجزون واخد التليفون بتاعي لحد دلوقتي مش عايز يرجعهولي، وانا منزل عليه بابجي. خلاص انا حرمت يا سيكتور، اكيد ده ربنا عاقبني علشان انا عملت فيك كده. انا هرجع لك الموبايل بتاعك وهكلم المدير عشان ترجع الشغل بتاعك كمان. انا متشكر قوي يا تامر والله، يعني وان شاء الله يعني احنا هنقفل اللي فات ده كله ونبدا صفحه جديده صحاب جدعان مع بعض كده يا تامر ان شاء الله. طب بقول لك، وبص عايز اقول لك هديه مني، انا جايب لك عروسه حلوه. تعالى يا دكتوره. عروسه؟ تعالى يا دكتوره. ايوه يا دكتوره. والنبي لا لا يا سيكتور، الدكتوره ام الاغلوغ دي لا. الف مبروك وربنا يتمم لك على خير. ايه ده تك مين؟ تعالى خدني يا سيكتور. خلاص بقى، احلى مقلب عملته في صاحبي، احلى مقلب عملته في صاحبي. حرام عليك يا سيكتور.